في البداية بحب أتعرف بحضرتك. أنا الدكتور كمال، مدير معهد القلب والجهاز الهضمي بدمياط ومركز التطعيم الرئيسي في محافظة دمياط. أتعرف بسيادتك؟ دكتور محمد أسامة حجازي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة فينا. في البداية كده بس عاوزين نتكلم عن مشاركة حضراتكم، بالذات الاثنين أطباء، فإحنا محتاجين نتكلم عن المشاركة في المنتدى هذا السنة. والله احنا طبعا جزء كبير من المنتدى بيتكلم عن الجانب الطبي، لان العالم كله بيواجه جائحة كبيرة اللي هي COVID-19 اللي هو فيروس كورونا. احنا هنا بصفة طبية وبصفة ان احنا شباب عايزين نتعرف على افكار الغير عشان نقدر نطبقها ونحاول نطبقها زي ما هي كده او نطور فيها عشان نطور من محافظتنا او من بلدنا. اكتر من 1500 شاب وشابه من انحاء العالم بيشاركوا النهارده وفي الافتتاح بتاع المنتدى السنه دي في الدوره دي. كمان في مواضيع كتيره جدا بتتناول الجزء بتاع كورونا او ما بني عليها ما بعد جائحه كورونا. حابه نتكلم اكتر عن اللي حضرتك شفته النهارده بالنسبه للسيفتي والاورجنايزيشن والتوبكس اللي كمان بتتناول الجانب الطبي. طبعا هو طبعا اولا عوده منتدى شباب العالم حاجه بتسعدنا كلنا، اجراءات احترازيه غير مسبوقه، يعني مش موجوده في اي مكان في العالم في الفتره اللي فاتت. لما سافرنا كتير الفتره اللي فاتت حاجه ويل اورجنايزد، سوشيال ديستانس بتحافظ عليها بشكل قوي جدا، في ممبرز كتير بيبقوا واقفين بين كل تجمع بيحاولوا يفصلوا الناس عن بعض ويبعدوا الناس عن بعض، طبعا بيوزعوا على كل الناس الماسكات والهانجل. موضوع ظريف خالص. اكتر حاجه بسطانه طبعا عوده المنتدى بعد التوقف الفتره اللي فاتت، لان اكتر حاجه ايجابيه من وجهه نظري وتعتبر دعايه مجانيه لمصر، زرع قيمه مصر الحقيقيه في وضعها الحقيقي وحجمها الطبيعي في نفسيه وعقليه شباب الاجيال القادمه اللي هو الناس اللي ممكن هتحكم العالم في الفتره اللي جايه. وضع مختلف وبيسعدني انا شخصيا على المستوى الشخصي، بيحسسني بقيمه البلد اللي انا عايش فيها كويس جدا، فالحمد لله حاجه ظريفه خالص. طبعا من اكتر التوبكس الانترستنج في المنتدى السنه دي هو ازاي بتتعامل يعني سوشيالي او على يعني تعويض الحاجات اللي هي عن طريق الانترنت او عن طريق الكوميونيكيشن، عن طريق استخدام السوشيال ميديا وعن طريق استخدام البرامج المختلفه اللي هي بتعوض المؤتمرات والمحاضرات والحاجات اللي احنا كنا بنعملها قبل كده وكان فيها كونتاكتس مع ناس كتير يعني. فطبعا الموضوع ظريف، بيشرح اللي حصل في العالم الفتره اللي فاتت، ازاي هنقدر نواجه الجوائح القادمه حتى مش على قد الكورونا بس. رساله قويه جدا للعالم كانت في الافتتاحيه طبعا بتوحيد العالم ونبذ الحروب، لان خلاص يعني كلنا بنواجه عدو واحد دلوقتي وهو عدو يتكرر كل قرن من الزمان، يعني ابتداء من القرون القديمه كوليرا والانفلونزا الاسباني ودلوقتي فيروس كورونا اللي بدا بيتطور بشكل كبير، والحمد لله ربنا يعدينا منها كلنا على خير ان شاء الله. في النهايه احب اسال حضرتك، تضافر التكنولوجيا مع الجانب الطبي، وبنشهد في هذا المنتدى اول روبوت، يعني روبوت اصطناعي وكمان هو ممكن نستخدمه بالجانب الطبي، ايه تعليق حضرتك على هذا الشيء؟ اولا دي حاجه مشرفه للبلد، احنا بعقول مصريه نقدر نعمل اي حاجه. احنا زي ما واجهنا جائحه كورونا ومن افضل بلاد العالم في المواجهه، وزي ما احنا قدرنا نوفر كل التطعيمات اللي موجوده، كل الانواع اللي موجوده في العالم لاي بلد في مصر، نقدر نطور ونقدر نعمل ونقدر ننجز. التكنولوجيا الحديثة اللي دخلت في مجال الطب دي حاجة مشرفة جدا للبلد، ويا رب كده دايما إن شاء الله بإذن الله. بشكر سيادتك جدا. شكرا جزيلا.